السلام عليكم، انا عبد الرحمن ولد الشعب، كنقلب على عمي الحاج سعد الدين العثماني، راه خرج وما بقاش رجع. نهار تولى رئاسة الحكومة ما بقينا سمعنا عليه شي خبر. الله يجازيكم بخير، اللي شافوا راه هو مغلب مرقب ما طويل مقصير ولا شي تقول زيزون. الله يجازيكم بخير وعافاك عمي العثماني اذا سمعتينا. لا سمعتينا ولا خسرنا لك شي حاجه خاطرك ما ديرش لينا قله الصواب. الله يجازيك بخير السي العثماني، الى شتينا ارجع ارجع، رحنا محتاجين ليك. الوزراء ديالك راه ساهلين يلعثوا فينا بالمداويخ والجيعانين. الله يجازيكم بخير، اللي شافوا يتصل بطروازيان والنمرايه تحت. الله يجازيكم بخير وشكرا.